شنطة. طيب موجودة من الساعة كام؟ موجودة من الساعة 7. طيب الأعداد كبيرة جدا. وأول يوم بس. طب بتشتري كراسي بكام؟ ب250 كتير برضه. ناوية تحجزي فين؟ يعني انا بجيب لابني، هو جيب خلاص احنا خدنا الارض وخلاص نجيب لابننا راضيين بقى شويه. اجيب لابني يعني في القاهره الجديده واكتوبر على حسب امكانيات المقدمه. طب انت رايك ايه في المقدم وفي هو غالي جدا المقدم بالنسبه يعني حاجه مدعمه غالي جدا. طيبه كام؟ يعني بقول لك في حدود 50. طيب بالنسبة للقسط، هل شايفة ان هو ده هينفع؟ معرفش القسط قد ايه بقى. لا يعني بحد اقصى يعني الشاب عمره ما يقدر يدفع بمساعدة ولي الامر. انا بقول لك انا مش عايزه، انا التلفزيون هيعمل ايه ولا البلد اصلا هتعمل ايه؟ لا طب احنا عايزين بس ايه نعرف قريب، لو ايه مشكلتك مع الموضوع النهارده؟ انا مشكلتي ان انا قاعده بقالي ساعتين وشويه عشان اخد الكراسه عشان جاي احجز لابني. طيب ليه قاعده؟ ليه الموضوع مش منظم شايفه ولا؟ هو حضرتك انا رقم 300 وشويه وقاعده بقالي ساعتين وشويه، هل ده ينفع؟ انا جايه بدفع فلوس مش جايه موضوع بدون الكراسه بلاش. طب الاعداد كل يعني في هل بتقل مثلا؟ هل في ناس بتروح؟ طبعا الاعداد بتقل، ده كان الشارع ده كله كان مليان لغايه دلوقتي حاجه و80 والعدد 500 يعني نقعد بكره. انا وانا رايي ان في كذا بنك كانوا تعمير عم طول كارفور ليه حاصرين الدفع في 5 جنيه بس؟ يعني غاوين تعذيب الناس والناس مالهاش مصالح ولا مفيش حساب ولا وقفه زي البلد وده اللي رجعنا ورا يعني. يا ما احط لكم الاثنين دول عشان ما تعملش من تاني. يعني عدم حساب الوقت هو الاول اللي رجعنا ورا مش هتقدم ابدا. ثانيا ليه بياخدوا 250 جنيه في الراس؟ كفايه خليها 100 ألف. إذا كان في واحد 60 خليها دي 100. ليه 250 دلوقتي؟ هو ليه ما قدموا؟ يفضل طالع يسقر عليه يعني. بعدين المفروض يهتموا بالناس شويه، قدمية الناس فين؟ إيه اللي خليني أجي أشخص الضربات؟ أنا من حاجة قالت. أمال لو باخد كلامه فيه إيه؟ طيب رأيك إيه بالنسبة للمقدم وقسط الشقة؟ شايفة إن هو مناسب للشباب ولا لا؟ كتير طبعًا على الشباب، كان لأن أهله هيدفعوا له كتير على الشباب. اسم نفسك؟ محمد عطية. طيب كنت عايزه اعرف منك رايك في قسط الشقه وكمان يعني المقدم نفسه، هل مناسب للشباب ودخلهم ولا لا؟ السعر ان توتال بتاع الشقه انا شايف ان هو عالي شويه، خاصه ان العمارات مش مكتوب يعني في الكراسي. انا شفت بعض التسريبات من الكراسي على الانترنت مكتوب ان هي ما فيهاش مصاعد، انا شايف ان السعر يعتبر عالي شويه، بس ممكن في الطبقه فوق المتوسطه بشويه، يعني مش الطبقه العاليه قوي ولا الطبقه المتوسطه، فوق المتوسطه. طب الاقبال من الناس، في اقبال كبير؟ طبعا حاليا في اقبال كبير، لان لسه الناس ما اعتقدش ان هم كل الناس هتلتزم او هتروح تقدم بمقدم الحجز ب 50,000 جنيه، ما اعتقدش ان كل الناس جايه تاخد كراسه الشروط تقراها الاول وبعد كده تشوف اذا كان ده هيناسبها وهيناسب امكانياتها الماديه ولا لا. طب سعر الكراسه كام؟ لسه الصراحه ما عنديش خلفيه، ممكن من 200 ل 250 متهيألي، ما اعرفش سعرها قد ايه. انا حاليا كراسات الشروط ولا لسه؟ لا والله لسه في الزحمه دي كلها يعني مش لسه. اسمي 467. انت موجوده هنا من الساعه كام؟ انا موجوده من الساعه 8. والاعداد كانت كبيره كده من البدايه؟ ايوه هو من الصبح كده الناس صلت الفجر وجت بامانه، الناس بتتعلق في حاجه كده، الناس غالبا كلها بالذات اللي هي بتتعلق في حاجه كده يعني. طيب انت ناويه تحجزي فين؟ والله انا حسب، انا ما اعرفش هل هو تبع نفس الاسم البطاقه بتاعت ابني ولا يكون في مكان بعيد، انا لسه ما اعرفش بالظبط ايه. انت ايه رايك في المقدم وفي يعني وفي الاسعار؟ والله هو بالنسبه للشباب هو كتير شويه، بس الحمد لله يعني هي حاجه بتجي تسند الشباب الغلابه اللي زي يعني يعملوا ايه؟ هي حاجه بتسندهم يعني. شايفه القسط مناسب لدخل الشاب المصري؟ لا والله لا بصراحه لا كتير يعني. انت الشاب عشان يجيب ولي الامر اللي يجيب عشان يجيب اكيد هيعمل حاجات عشان يجيب قدام الشقه يعني.